السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة أكاديمية العزيز النموذجية السلط، الصف السادس، المادة الجغرافيا. اليوم سوف نأخذ الدرس الخامس من الوحدة الرابعة، وهو بعنوان المشكلات البيئية في المملكة الأردنية الهاشمية. المعلمة فرح أبو رمان. الدرس الخامس، المشكلات البيئية في المملكة الأردنية الهاشمية. من أهم الأمور التي سنأخذها في درسنا اليوم النفايات الصلبة، التصحر، شح المياه، تلوث الهواء، مشكلة الطاقة، والحلول المقترحة لهذه المشكلات البيئية في الأردن. كان للزيادة السكانية وتغير نمط الحياة واستنزاف الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة أثر في ظهور عدد من المشكلات البيئية في الأردن، ومن أبرز هذه المشكلات مشكلة الطاقة، مشكلة تلوث الهواء، مشكلة النفايات الصلبة، ومشكلة شح المياه، ومشكلة التصحر. والآن سنشرح كل منها على حدة بالتفصيل. المشكلة الأولى من المشكلات البيئية في المملكة الأردنية الهاشمية مشكلة النفايات الصلبة. تعد النفايات الصلبة هي السبب الرئيسي لتلوث البيئة إذا ما عرفوا كيف يتخلصوا منها بطريقة صحيحة، كما أنه بيعاني الأردن من مشكلة إدارة هاي النفايات الصلبة، إذ بلغت نسبة النفايات الصلبة في الأردن نحو 1.7 مليون طن، أي بمعدل 3850 طن يوميا، أي أن نسبة النفايات عندنا كبيرة في الأردن. خطرة تؤثر سلبا على الأوساط الطبيعية وكذلك على صحة الإنسان، وتتفاقم هذه الآثار السلبية مع تجمع النفايات المنزلية بشكل عشوائي على مستوى المطارح غير المراقبة. ونظرا لكون النفايات المنزلية غنية بالمواد العضوية، فإن ذلك يساهم في تكاثر البكتيريا خاصة الضارة منها، ما يسبب ظهور عدة أمراض خطرة تؤثر على صحة الأشخاص المعرضين لهذه النفايات. وتتجلى أبرز الآثار السلبية للنفايات المنزلية على صحة الإنسان في تأثير الغازات السامة المنبعثة من النفايات المحروقة، حيث تؤثر هذه الغازات على الجهاز التنفسي للإنسان، ما يسبب إصابته بعدة اضطرابات كالربو مثلاً، إضافة إلى عرقلة نقل الأكسجين إلى الدماغ. كما تسبب بعض المواد السامة مثل الديوكسين عدة اضطرابات على مستوى الجهاز المناعي والعصبي والهرموني للإنسان، كما أنها قد تتسبب في الإصابة بالسرطان. ويؤدي تلوث المياه الجوفية عن طريق تسرب النفايات المنزلية إلى التربة إلى حدوث تسممات غذائية وانتشار الأمراض، لأن هذه المياه تعتبر مصدراً أساسياً للمياه الصالحة للشرب. وتشمل النفايات المنزلية جميع أنواع النفايات الصلبة كالقمامة وبقايا الطعام والمهملات والنفايات الورقية وغيرها من أنواع تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة، وغالبا ما يبقى المشكلة الثانية من المشكلات البيئية في المملكة الأردنية الهاشمية مشكلة التصحر. بتشير عنا الدراسات إلى أن الأردن قد خسر في العقود الثلاث الماضية 25% من الأراضي الصالحة للزراعة، بمعنى التصحر هو أن الأرض تفقد قدرتها على الإنتاج الزراعي ودعم الحياة الحيوانية والبشرية، وأنها الأرض تتعرض للتدهور بيؤدي إلى فقدان الحياة النباتية والتنوع الحيوي فيها. فمن الأسباب التي أدت إلى التصحر، أولاً تناقص كميات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة رح تؤدي إلى الجفاف. ثانياً فقر الغطاء النباتي، يعني قلة النباتات والأشجار موجودة فيها بيؤدي إلى أنه يقلل من عملية التبخر وهطل الأمطار، فبيعرض التربة عندنا للانجراف وبيقلل من خصوبتها. ثالثاً انجراف التربة، ليش بتنجرف عندنا التربة؟ بفعل الرياح والسهول. رابعاً عوامل التعرية، معنى التعرية هي تآكل التربة الزراعية بفعل العوامل المناخية مثل الرياح والمياه. وخامسا السلوكات والممارسات السلبية مثل قطع الأشجار، الرعي الجائر، والزحف العمراني، إنهم ينتقلوا من أماكن أو يبنوا في الأماكن الزراعية، وسوء استغلال الموارد الطبيعية.
أعزائي الطلبة، الصورة التالية توضح كيف يكون الغطاء النباتي، وكيف إذا أثرت هذه الأسباب اللي حكينا عنها أسباب التصحر وأصبحت عندنا منطقة فيها تصحر. المشكلة الثالثة من المشكلات البيئية في المملكة الأردنية الهاشمية شح المياه. إن الأردن من أكثر دول العالم اللي بتعاني نقص في المياه، اتقلصت وقلت عندنا حصة المواطن الأردني من المياه إلى 120 متر مكعب في عام 2015، علما بأن حد الفقر المائي عالميا أنه يكون للفرد 500 متر مكعب للفرد سنويا. تخيلوا الفرق بين أنه صار عندنا 120 والمفروض إحنا الحد الفقر المائي أنه نكون 500. وتسبب الطلب المتزايد على المياه، أنه صار بدهم مياه كثير، إلى أنهم يستنزفوا من الأحواض المائية الجوفية. الجدول الموجود أمامنا بيوضح متوسط نصيب الفرد الأردني من المياه. عام 1960 كان متوسط المياه 529، ب 1990 صار 224، هو بقل. ب 2000 سنة 2000 صار 160، ب 2015 120، إذا قل بنسبة كبيرة. المشكلة الرابعة من المشكلات البيئية في المملكة الأردنية الهاشمية مشكلة تلوث الهواء. معنى تلوث الهواء أنه انبعاث مادة ملوثة إلى طبقات الجو مثل الغبار والدخان، فبيؤدي إلى أنه إلحاق الضرر بالإنسان والحيوان والنبات والممتلكات بشكل عام. أبرز ملوثات الهواء في الأردن، أولاً ذرات الغبار العالقة في الهواء اللي بتسببها عندنا العواصف الترابية. ثانياً الغازات المنبعثة من الصناعات الاستخراجية والتحويلية. عندنا صناعات استخراجية انهم يستخرجوا مثلا معادن من باطن الارض وانهم يحولوها لاشي ثاني، او التحويلية ان نغير مادة الخام لمادة جديدة مثل مصفاة البترول ومصانع الفوسفات والاسمنت وحرق النفايات. ثالثا الغازات المنبعثة من المركبات ووسائل النقل. ومن الحلول المقترحة للمشكلات البيئية في الأردن، أولاً استغلال الأراضي غير القابلة للزراعة في الأنشطة السكنية والاقتصادية، يعني مثلاً أنه أرض ما بطلع فيها نباتات نروح نعمل فيها إسكانات أو نعمل فيها مشروع اقتصادي. ثانياً استخدام تقنيات بيئية حديثة تقلل من نسب الغازات المنبعثة من المصانع والمركبات، إنه يصنعوا مثلا زي مصفاة على أدخنة المصانع إنها بتقلل من هاي الأدخنة اللي طالعة والأضرار اللي بتنتج عنها. ثلاث البحث عن مصادر جديدة للمياه، زي مثلا إن إحنا نعمل مثلا زي إعادة تدوير المياه عشان تصير مثلا صالحة للزراعة، أو إنه نبحث عن مصادر جديدة عشان ما تقل المياه الموجودة عندنا. تحسين وسائل إعادة التدوير داخل المنشآت الصناعية، نعمل إعادة تدوير مثلا للبلاستيك للورق للزجاج عشان نقلل من كمية النفايات الموجودة عندنا. أخيرا زراعة نباتات يمكنها التكيف مع البيئات المختلفة وما بتموت بسهولة. أعزائي الطلبة، يجب حل الأسئلة الموجودة في الكتاب صفحة 59 على الدفتر. انتهى الدرس، إلى اللقاء بدرس آخر، أتمنى أن يكون نال إعجابكم، نلتقي بالقمة مدارس العزيز.